هاي جايز، كيفكم؟ جايز اليوم فرايدي، انا وجود ما لنا جاي مع اليوم، واليوم ريما جايه. كان اساسي سربريز بس رجعت خبرتنا وبس صارت سربرايز بس لمحمد. على فكره هذا الشيء ملمسه كثير مستفز. ايه ما عندك الكريم طبيعي؟ فبس ما بدي زبط حالي هيك لانه بالليل عندي غير رفيقتي، فبس ححط بلاش و برونزر هيك يعني ماشي مهم. هاي جايز، هلا رايحين نجيب ريما من المطار. وصلت عم تاخد الشنط، سو ان شاء الله نوصل على الوقت. حاسه نوصل على الوقت، سي وصلت اكثر بنص ساعه اليوم. ما بعرف برجع كفيت، بس محمد الوحيد اللي ما بيعرف لانه عيده قرب، وايه هي كانت عم تعمله مثل سربريز لعيده. فاكر من هيك شرفت؟ لا I was vlogging. Say hi to my vlog. Hello. جايز عملنا شعراتنا. جايز نحن رجعنا على البيت وهيدا اول شي ريما بتطلبه. جايز انا اخذت ناب بس هن راحوا على الجنوب بصراحة. هلا الساعة 7 وبعد شي ساعة ونص عندي عيد رفيقتي، فقتلي 8 ونص احتمروا وراي. سو حبلش زبط حالي وشوف شو بدي البس. جايز عملت ماي ميك اب وبعد ليتي لي عناء طويل يعني قلت بس ارجع بدها تزبيط، طلعت رح البس. وخليني افرجيكم ماي فيت. لبست هيدي البادي من زارا البيضاء وهيدي السكيرت من زارا، جا هيك وجا هيك، ولبستهم مع ماي سليبرز وماي باك. فين في شي جلام بعتلي بوكس؟ ما بعرف كثير اشياء راندوم، حفرجيكم كل شي بعتولي اياه. اول شي بعتولي هاي، عرفتون اللي للباودر اللي فيها شي 20 وحده وحيات الله. حتى رفيقتي كانت عندي الصبح اخذت ثلاثه، قالت لي عندك كثير ما بدك اياهم كلهم. بعتولي لاشز جايز، هيتد اي لاش كيرلر، واو. بعتولي ميك اب براش، لي انذر براش بس هيدي هيك، عرفتوها؟ اللي بتحطوها بالسيارة. قلتي لي امراية. بعتولي فيك نيلز، هلا انا لو دخيلي مش 12 بحطهم. بيمبل باتشز فيهم 36 وحدة. هاند ماسك. هولي طلعولي على تيك توك. اللي بتلفوا فيهم يور بانجز مثلا وبتكبسوها براسكم. جايز بعتولي هي الشنطة بس انه هي بحس اكيد بعطيها لاختي يعني باور باف جيرلز هيك. وبعتلي هيدي كمان باور باف جيرلز، هولي الترافل ثينج بس هولي فيني استفيد منهم، بس انه بحس اختي بتنبسط فيهم اكثر مني صراحة فبعطيهم لاختي. جايز بعتولي هيدي الديسك اورجنايزر بتحطوا فيها براشز او حيلا شي بدكم اياه. الجواشا والفيس رولر. يب بيجي معه هيدي الميني سباتشولا للسكين كير عرفتوه؟ شكله سو فانسي. جايز بتعرفوا هولي اللي بيطلعوا على تيك توك بيعملوا هيك وبيكونوا وجههم ابيض وبيتركوا الماسك. ايه هلا انا حاسه حالي هي هيك ما بعرف شو. بتوقعت اي ريسيف الباكج يعني هيك. فجاه فتحت الباب بيجي الدليفري بيقول لي انه وصلك باكج ما بعرف شو، فاستلمته ورحت على العيد وهلا رجعت عم بعمل لكم انبوكسينج. اي لاف ات. واكيد تشيك اوت ذير ميك ابس وكل شيء عندهم اياه. جايز لي ما بدها تقلكن هاي بس بكره حشوفها، بكره شي ويل بي ان ماي فلوج ان بيرسون مش على التليفون. جايز انا شلت ماي ميك اب، عملت ماي سكين كير ونعست لانه الساعه شي 4:30 فهلا رح نام. بونجور جايز، هلا اشوف شو بدي البس واعمل ماي ميك اب. جايز انا لبست هيدا ماي اوتفيت والبلاك بانتس وهيدا التوب. ماي بيست مني شو مني؟ انت قلتي لي جايز ليكو قد الساعة؟ جايز الساعة 6، أنا I was telling my vlog امبارح I'm going out with Lean 3. ايه I'm sick people I'm sick. جايز هلا رح ناخد نوري،
هنروح على بابا بكريت تو جيت هولي الايس كريمز مدري شو. هاي جايز. هاي جايز. جايز احنا عم بدنا بابا كونسر. ميرسي. جودي عم بتحرك الكاميرا. جودي مستحية تصور فنحن حنصور فور هير. We came to Pop Up Concepts to get some ice cream. To get some ice cream. Wow. This is Judy and Lynn. واحدة ممكن يلا فرجيهم. نعملكم تيست تست even though we already tasted it. لا بس كتير طيبة صراحة. جبنا شيء اسمه The Boom. ليك اللايتنج. It's good to hear. Guys, Lynn is missing out لأنه she is lactose intolerant. صح. She can't eat dairy. She's FOMOing. واو. رجعت على البيت وشلت ماي ميك اب وعملت ماي سكين كير. قال لي شي ساعتين عم بدرس الساعة هلا 4. عم بعمل هاي برزنتيشن لأنه بدي خلصها. هاي الساعة 6 بس إنه أنا حنام لأنه كتير تعبت. بس بحس تقريبا خلصت ماي برزنتيشن. جايز. وجيما بس تجي بصير في بلانز جايز لأنه جاي إنه 10 أيام حيال لحدا بيجي من السفر من الجروب إجباري بصير في بلانز لأنه أنجا بكون الشخص قاعد هون عرفته. بس الساعة هلا 1:15 أنا صفيت 3:30 وماي جيم 2:00. ماي ريجستريشن على الساعة 1. هي اكثر مومنت ستريسفول يعني بدي اعمل ريجستريشن لماي كور كورسز وما بعرف اذا حلحقهم. جايز هو ذا ثينك از فيرست كوم فيرست سيرف فانه اللي بيكتب السي ار ان والكلاس قبل بيطلع له الصف يعني وسينيورز والجونيورز بيسجلوا قبل فانا كثير موتره. شو؟ جايز كل مرة في على الوقت وكل مرة كل مرة جايز راح علي ماي سكادجول حابكي يعني اللي تيلي حابكي طيب شو هيدا؟ اتحممت حروح على الجيم بعرف حتقولوا لي انه شو هالهبل انه يعني شو يعني اتحممتي رح تروحي على الجيم بس شعراتي ما كانوا عاجبيني انه من بعد الجيم عندي جامعة وشعري ما بدي يكون هيك كثير انه ما حلو بس خلص الجامعة ريما حتاخذني ومعنا غدا مع رفقاتنا فايه شو شو؟ جايز ريما مرقت وراي وهلا ما بعرف رح نعمل حنكزل اللي هيخلصوا رفقاتنا ونروح ناكل يعني بحس جايز نحن خلصنا غدا وهلا وير جوينج تو ابا سيم بس مالنا شي يعني رح نتوقع حنك في ايس كريم كواليتي تايم وبالليل حنظهر كلنا بس انه هلا ما حدا فاضي لنا فبس انا وريما تات اتت ماي شو هي؟ جايز خلينا من قبل فجأة نروح على باك برنر نلاقي رفقاتنا فايه هلو جايز بونسي هاي Hi guys. Guys, ريما بطلت long distance بستي هلا ريما اجت هي عم تدرس شوي وانا حادرس شوي لانه بالليل ما نظهر كلنا. Say hello. Guys, هلا بدنا نروح نتعشى. So we're getting ready. لبست هولي الشورتس مع هاي التوب وبوتس طويلين اسود لانه برد بس ما عارف اذا انا كثير اوفر شتيت لحالي يعني. بوتس طويل. شو قلت بوتس طويلين؟ شو يعني؟ جايز انا سالي من زمان مش ظهر 10 ظهرات نفس النهار هلا عم عبودهم كلهم مره واحده بس ريما اجت تراي تريما مصريات اخذت منها مصاري اجار قلت لها بتدركوا لما تقولوا بنصب على رفقاتي هيها رجعتهم وهي عم تنصب علي يا مش عم بنصب هاي يا هاي لازم قولي لي هاي هاي مش تمزح هاي هاي لا لا فين هاي لوين بلوج الو هاي لوين اكيد تقولي بلوج على فكره جايز عم يتخانقوا على حساب وتبكل يعني تبكل قاعدة عنا جايز نحن رجعنا انا كنت عم بدرس شوي وريما عم تحضر الموفي حتخفى ريما المهم
I will see you بكرة بس في وشوف شو plans tomorrow. Good night. جايز انا هلا عم بمشي على الجيم، خلصت جيم اهو. اليوم رواق مال جايز، خلصنا الجيم حنعمل كزدورة ونروح على البيت. جايز انا رجعت على البيت، كنت قاعدة مع ريما برا، عندها هلا هي برزنتيشن، فقفت لجوا لغير تيابي وهيك. بس خلص ريما هير اونلاين كلاس، بحس حنظهر انا وياها انا عشي مخان، بس ما بعرف شو حنعمل صراحة. نحنا اكلنا وجينا نجيب جود من البيت اجان، قلنا لجود تنزل بعدنا بدنا شي يمكن 8 minutes، سنة 8 minutes تحت وناترين جود. هنروح على لقيس هلا نعشى او whatever، ما بعرف يعني، بس هنروح نقعد لانه صراحة قعدت اكبر هيك كتير عجقة وهيك صغيرة، فهنغير سبوت. فاي هلو جايز، هتفقوا دو اشتقتوا لي، بعرفكم بعرفكم بتحبوا. انا غيرنا سبوت، هلا جينا على لقيس. انا كان بدي اقول هيدا ماي لاين، ما بقدر هلا بقول انا هيك كنا بي اوكي، هي شو بتلف على شو حرام اومو يعني. الحركة ما طولتش اللي بدنا نستعمل. وين مثلك مثل الطاولة؟ جودي شرق وصفي جود بكلمة. بسرعة بسرعة بسرعة، عم تفكر عم تفكر بسرعة. كلمة على السريع على السريع على السريع، يلا بوي. يا والله ما كنت بقول بوي. صفي جود بكلمة، صفي جود بكلمة بوي. انا لا غيرها، انا عندي بيرد. انا بقول لك وصفي جودي بكلمة بون. لا وصفي مين؟ صفي جودي بكلمة مودي. ايه على فكره، ايه انا هي اي سبورت، انا اي سبورت بويكوتينج جودي. انا بشجع فلسطين. ليه ما يسالوا لو جودي شو بتعمل ميجر؟ بقول لها انتيري ديزاين بقى لي، وهي ما بتعمل انتيري ديزاين. جودي عم تعمل نيرسينج جايز، نيرسينج اوكي مع ماينر بزنس. تم وطو ورقات في هذا الشيء ما طلبناه بس اجى. مشيت ماي ميك اب وعملت ماي سكين كير، ساعة لوحدة رجعنا على البيت حنام، وبكرة بس في عنا بلانز. ف I will take you along. See you tomorrow. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Bonjour. بس ما عملت لكم good morning صباح لأنه فقتنا بسرعة، بس هلا أنا جود وريما. الحق كيف فقتن؟ فقتنا. أنا وجود وريما فقتنا، هنروح نتروق. So wow. Hi, hello everyone. Hi. كنا جينا وصفينا باركينج صيفي، ماشي يعني يمكن 10 دقايق، مشينا هنيك حوالين البنايات وظهرنا. كويس انه احنا رجعنا ظبطنا حالنا، رجعنا على البيت اخذنا ناب، وهلا رايحين عند رفقاتنا. هاي انا هادي ابراهيم. عم بتفتش على عروس ولا لا؟ في كثير، اذا في احسن اهلا وسهلا. كله فيه خير، كله فيه خير وبركة. بس نحن صرنا بالبيت وانا عم بخلص ماي برزنتيشن، لانه بكره ماي برزنتيشن. بونجور. بس رفيقتي جايه وراي اليوم، اليوم فقت بكير فظبطت حالي وشعرت شوي، لانه الساعه 2 فانا هلا الساعه 9 يعني، بس الساعه 2 عندي برزنتيشن. باي. كايز انا رجعت وكثير تعبت لانه اليوم ما عملت ولا شيء ماشينز، فل هيت يعني، كثير تعبت. ليتي اللي حرقت 700 كالوري ب 50 دقيقه، ده على 4 وخلصت ماي برزنتيشن، بحس عملت منيح ان شاء الله. كايز اخذت ساعه ناب وحكيت مع رفقاتي حنروح نقعد بباك برنر كوفي،
سو هيدا ماي اوتفيت، لبست هيدا البيربل سواتر مع هاي الوايت بودي، هيدا الساك بس بعد ما حطيت فيه غراضي، مش غراضي يعني ليش رحت مصرياتي وجلاس، وهيدا الجينز مع هول الشوز. انا رجعت على البيت وكنت عم بدرس شوي، بس جايز نسيت اخد ماي كاميرا معي وقت ظهرت مع رفقاتي، فصورنا انه هيك اشياء من تليفوني، سو بحس هولي بحطهم بس انه نسيت سوري. وجايز بتعرفوا شو لاحظت؟ انه جبت اشيل ماي ميك اب، هلا انا عم بعمل ماي برزنتيشن، انا عندي 77 برزنتيشن اذا لاحظتوا، يعني بضل اقول برزنتيشن ليكو انجأ فيه، يعني ما بعرف اذا حتى بيشيلوا لي ماي ماسكارا، فهلا وانا عم تست هلا بس بعمل ماي سكين كير بيمشي الحال. صباحو جايز، انا هلا فقت وفقت من شوي، انا عملت ماي سكين كير، انا حطيت يابي شتويه بالاوضه الثانيه، بتلبس حيلا شيء. جايز انا رجعت على البيت من الجيم ولبست، انه محمد حكينا وقال لي نظهر انا وياه وجود على شي محل، سو دقيت على جود قلت لها تلبس، وانا لبست وما بعرف وين حنروح، بس حنروح شي محل. Guys, هيدا ماي اوتفيت. تبعد عني وتلاقيني، لابو طبعي هترشاك واحلش فيني، بتكحلت عينك ويلك. خلينا نعمل ريت للمحل. اوكي ستارت جايز. صراحة بينك باستا جايز، مانا بينك، فني عربياتا يعني، بحس انا ما بحبها 6، ما بعرف كيف حطها 6، عملتها ماي يعني، بعطيها 2. الشيء اطيب شيء اكلته ايه صراحة؟ هيدا كان 11 out of 10. ايه عن جد ات واز فيري جود، شكلها ما بيغري صراحة بالفيديو، اي نو، بس هي كثير طيبة. البيتزا انا ما بحب فيجيتيريان بس اتس نوت باد، اكلت 1 بيس يعني. لا انا صراحة بعطي البيتزا اكثر، هي ما بتاكل فيجيتيشن دو نوت لايك ات، بس انا ما باكل بيتزا ولا محل غير هون، انه اتس فيري فريش. ما بعرف فيها الباستا اللي حسب بعطيها شيء، بعطيها شيء 8 9. كانت بشغله اوكي، هيدا الشيء كان كيف شكله حلو، بس انا ما بحب لا الباستا الطويل ولا الباستا اللي ابيض، فهيدي انه كثير عاديه كانت لالي، بحس بعطيها لايك 5. لكن طيبه انا ما بحبها. اه بعطيها شيء 8، بحبها كثير بس هون عادية. بس اوفر اول جايز، اوفر اول محل جو بليس وكل شيء، اي لايك ذا بليس، اتس لايك ا 9. وذا فرايز ايه صراحة نوت باتل، ايه ديفنتلي ا 9. حدا ما بنعمل بولينج لجود، بس هلا لازم ناخذ رأيه. لا اه عم تعمل نايف، فكرت تعمل لي هاي. غيرنا سبوت هلا عشان جود بدها تأرجل، مسح ماي كاميرا ليك شو مسح. جايز جود بدها تجيب كب كيكس وخلصنا من مانك، رايحين نجيب كب كيك، والساعه هلا 12 الا 3. وجايز ان ريسبونس لير كومنتس، على فكره دائما بتحطوا لها على الكومنت لجودي انه رفقاتك اللي كانوا بالكويت اهضر من هول بلبنان، دائما كل مره بحطوا لك انه كنت احب رفقاتها قبل اكثر، نحن اهضر على فكره، رفقاتها بالكويت زي بزهقوا. ما تحكي هيك عن رفقاتي. شت اب انت ورفقاتك. انا بحب الكويتيه باي ذا واي. جايز اني ويز انا كثير بحب رفقاتي بالكويت وبعدني رفقه معهم، مش يعني اذا رحت ادرس جامعه يعني ما بحكي مع رفقاتي بالكويت، بس احنا اهضم واهم، بس اني مهضومين بعدين اثر رفقاتي بالكويت انجا بيطلعوا معي. جايز هول بيطلعوا معي بيعملوا لكم جو حلوه يا زلاني. وي لاف يو جايز. من غير بعد نص الجمعه ورا. جايز جبت هيدا مع جود، مع السينما رول اللي جبتها جود. ليش السينما رول؟ ما هيك شكلها. Hello guys. بس انا رجعت على البيت وشلت ماي ميك اب ولبست بيجامه، عم بدرس شوي، وهيدا كان اخر نهار بالفلوج، مش عم بعمل لكم فلوجز اكثر، بس هلا عندي كثير ستريس لانه هلا بلشنا فاينلز ويك، فان شاء الله بعد الفاينلز ويك بظهرات البريك ومدري شو بعمل لكم كثير فلوجات، وبس فولو ماي انستا، بشوفكم بالفيديو الجاي.